السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذه الليلة في تحت الضوء. 62 هي بداية تكوين ما يسمى بمؤسسة الجيش اليمنية، ثم تلتها وذلك في الشطر الشمالي، ثم في عام 67 وفي عام 67 تكون الجيش في المناطق الجنوبية، توحد ذلك في جيش موحد في عام 1990. كان كل ذلك بمؤسسات الجيش متحدة وبمؤسساتها المختلفة، من ضمن ذلك سلاح الجو أو القوات الجوية والدفاع الجوي التي هي من أقوى المؤسسات التي تمتلكها كل الجيوش في كل مكان، إذ أنها هي يد طولة التي تصل إلى الأماكن التي قد يصعب على بقية القوات أو بقية المؤسسات العسكرية أن تصل إلى هذه الأماكن، وتفاخر الدول حقيقة بمثل هذه المؤسسات ومثل هذه الأفرع التي تتفرع من جيش من جيوشها. الجيش اليمني حقيقة في فرعه بالقوات الجوية يمتلك حقيقة مؤسسة متكاملة، ما بين طيارين وما بين قوات جوية وما بين عتاد وما بين طائرات، تختلف الأرقام والإحصائيات مدا وجزرا، 300 247 375 طائرة مقاتلة دفاعية إغاثية صحيح، بغض النظر عن ذلك، لكن المفاخرة هي بالإنجازات التي قدمها هذا الجيش خلال الفترة التي أنشئ فيها، إذ أنه كان صمام الأمان حقيقة لمجموعة من الأشياء في مجموعة من القضايا، وآخرها ما تعرضت له البلد من مجموعة من القضايا مثل قضايا الإرهاب وغير ذلك، إذ أنه حقق في فترة وجيزة أكثر من 800 طلعة في مناطق أو في معسكر قاعدة العند وغيرها. يدور الحديث هذه الأيام حقيقة عن ما يسمى بإسقاط الطائرات، وكأنها أصبحت للأسف لعنة توصم بها القوات اليمنية، وإذا سقطت طائرة في أي مكان في العالم تتبادر إلى الأذهان، هل هي في اليمن؟ هل هذه ظاهرة حقيقة؟ يعني يجب أن نسلط الضوء عليها، ما حقيقة سقوط الطائرات؟ ماذا يقف خلف هذا الموضوع؟ ومن يحاول أن يقلب هذه القضية المخيفة المقلقة؟ وما تتعرض له هذه المؤسسة؟ إذ أنني علمت كما ستعلمون أنتم في هذه الحلقة أنها مجموعة من الاعتداءات، كما حصل اليوم تصريح من الجهة الرسمية من القوات الجوية أنه اعتداء ممنهج مرتب. ما حقيقته؟ تغيرت القيادة في هذه المؤسسة، هل تغير فيها شيء سلبا أو إيجابا؟ حول هذه القضايا أحاول أن أفتح الصندوق الأسود الذي يقول البعض أنه دائما يضيع إذا سقطت الطائرات. سنحاول في هذا اليوم أن نحصل على الصندوق الأسود مع أعلى قمة في الهرم في هذه المؤسسة، مع اللواء طيار ركن راشد ناصر الجند، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي. باسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله. حياك الله شيخ محمد. الله يحييكم ويسعدكم إن شاء الله. سعيد جدا أن يكون لي لقاء معكم من خلال برنامجكم وقناة السعيدة، لأوضح لأبناء الشعب اليمني يعني المأساة التي تمر بها القوات الجوية. بداية أود أن أوجه عزائي ومواساتي إلى أسر الشهداء الذين أقتلتهم أيدي الغدر والخيانة في يوم 8/5/2013 في محافظة لحج، وهم 3 طيارين مدربين برتبة عمدة. حقيقة اغتيالهم مثل لليمن خسارة كبيرة جدا، والقوات الجوية خسارة لا أستطيع أن لا تستطيع كلمة أن تغطي يعني هذه الخسارة. وهم طبعا العميد الطيار مدرب علي محسن البغدادي، والعميد الطيار مدرب ناصر محمد البان، والعميد الطيار طلال شهاب. أسأل الله أن يتغمد مباشرة رحمته ونشكره في حجناته. كما أوجه عزائي ومواساتي إلى أسرة الشهيد هاني النقيب طيار هاني الأغبري الذي توفي في يوم في حادثة الطائرة 22 في الشارع الجنوبي للعاصمة صنعاء، وكذلك من خلال أيدي الغدر والخيانة التي امتدت وأسقطته وهو متجها بسلام وبأمان إلى مطار إقلاعه مطار صنعاء. هذا ما حبيت طبعا، وأنا أتوجه لعزائي ومواساتي وكل حزن وألم أنا وإخواني في القوات الجوية والدفاع الجوي على خسارة اليمن لهذا الكوكب من الكادر المؤهل والكادر اللي من الصعب جدا تعويضه. أنا حقيقة أولا أشكرك أنك أتحتنا الفرصة، لأنه وقد نكون نحن الوحيدين الذي أعطتنا الفرصة في ذلك، وأنا أعلم أنك قادم كذلك من سفر
في مهمة رسمية من أجل البلد، من أجل القوات الجوية لنا، وسنأخذ منك نتائج هذه الزيارة إن أذنت لنا بذلك. وأعلم أنك كذلك وعكة صحية بسيطة، نرجو لك الشفاء والعافية منها. لكن دعني قبل أن ألجأ إلى الطائرات التي تسقط قبل الطائرة الأخيرة، حدثني أنا كمواطن عادي عن حقيقة المؤسسة هذه التي أنت ترأسها، القوات الجوية، الدفاع الجوي. يعني بصريح العبارة، لدي أنا كمواطن ليس لدي صورة مكتملة، يعني ماذا نمتلك؟ يعني حتى البعض يقول لي إذا كانت طائراتكم بهذا التهالك وتتساقط وكل يوم، وبعضهم يقول قديمة وروسية الصنع قد انتهت، يعني سامحني أنا ترى جلف قليلي، قال البعض حتى ممكن نجمع لكم تبرعات في الشعب اليمني تشترون طيارات جديدة. حدثني عن 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 هذه المؤسسة. أود أن أحدثك وأحدث أبناء شعبنا اليمني الكريم أنه مؤسسة القوات الجوية والدفاع الجوي التي تعتبر أحد صنوف القوات المسلحة هي وحدة وطنية بحتة بنسبة 100%. أولا أنا كاختياري قائدا لها لم أأتي لها بطلب أو بوساطة أو كذا، وإنما أجبرت أنا على قيادتها ومعي الأخ أركان حرب أيضا. لم أتينا لها زي ما قلت لك بطريقة وساطة، وإنما بقرار سيادي الجمهوري صدر عن رئاسة الجمهورية تحت توقيع فخامة الأخ رئيس الجمهورية قائد عن القوات المسلحة عبد الربون طرهاري، وكذلك اللي هو الترشيح من قبل وزارة الدفاع مؤسسة بالأخ وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد. أتينا إلى القوات الجوية، هي وحدة وطنية من سابق وحاليا وحدة وطنية، وستظل وحدة وطنية تخدم اليمن عامة بمختلف أطيافه وأصنافه، سواء كانت في المجالات العسكرية أو المجالات المدنية. دور القوات الجوية حقيقة لا يجب أنه يعني يتعامل معه من خلال كارثة حصلت أو كارثتين، وهي كوارث واردة وفي كل جيوش العالم، كل القوات الجوية في العالم. وأنا سأتي إلى الكوارث التي مرت بها القوات الجوية من خلال تولينا لهذه القيادة وتسلسل منهجيتها وكيف خططت ودبر لها. ولكن أريد أن أوضح لك ولإخواني المشاهدين من أبناء الشعب اليمني أن القوات الجوية بقيادتها ممثلة اللي هو القائد أنا، إن انتماء حقيقي لله ثم الوطن ثم القيادة السياسية، ولا ننتمي لا لحزب ولا لفئة ولا لمناطقية على الإطلاق، وهذا ما نعمل من أجله وما بنوطره وما بنا يعني بنزرعه في أوساط متشبه القوات الجوية والدفاع الجوي. أنا أشكركم على هذه المعنوية المرتفعة التي بها ترفعون حتى معنويات الشعب بذلك، كلام جميل ويعني ويحاول أن يجلي كثير من، لكن يعني سامحني يعني أنا إذا سألت عن سؤال، عندما تقول لي أن هذا طبيعية كوارث طبيعية، ما قد سمعنا أنه في طيارات تسقط على المواطنين في العواصم، ما قد سمعنا أن طيارات سخوية أو غيرها طيارات لكن أنا سأتي على ذلك، سأتي على ذلك. لكن أنا أطلب منك طلب أنه أستاذ المشاهدين، وكما عاهدتك إحنا الصناديق السوداء عندنا تضيع، أنا أريدك بس الصندوق الأسود عندك أنه ينفتح اليوم بشفافية، هل تعدنا بمعلومات بشفافية مطلقة؟ وإن شاء الله لن أعد بغير ذلك. طيب يعني أنت تقول أن هذه المؤسسة وطنية 100% ولاؤها لله ثم الوطن ثم يعني، لكن نحن نسمع أنها تعصف بها مجموعة من الانقسامات الداخلية، تعصف بها مجموعة من الإشكاليات خلال 3 سنوات الماضية، تمردت بعض القواعد، قاعدة الحديدة تمردت عنها، قاعدة العلن تمردت عنها، بل سامحني إذا قيل لي أنه يوجد الإشكالية بينك أنت وبين بعض الشخصيات داخل هذه القيادة. أنا أحب أن أرد على سؤالك هذا وأؤكد لك إن كان هناك حصلت من انقسامات في داخل القوات الجوية والدفاع الجوي أثناء الأزمة التي مرت بها اليمن، هي كانت في إطار الأزمة يعني، ولكن في الغالب القوات الجوية هي ظلت متماسكة حتى في الأزمة اللي مرت بها البلد في عام 2011 تقريبا إلى بداية العام 2012. لم يحصل انشقاق داخل القوات الجوية، حصل انشقاق قاعدة الحديدة بداية الأزمة، ولكن بقية القواعد منها كانت قاعدة العمل وأنا كنت قاعدة لها، كان هناك محاولة لتفكيكها وتمزيقها، ولكن بتعاون وجهود القادة المخلصين في المنطقة ومن ضمنهم الأخ اللواء محمود الصبيحي قائد المنطقة الجنوبية حاليا اللي كان يومها قائد المحور العناد قائد اللواء 201، عمل معي جاهدا على نزع فتيل الفتنة من أوساط منتسبي قاعدة العناد،
وقاعدة العمليات تقريبا معروفة لك ولجميع أبناء الشعب اليمني، هي عملت بكل ما عندها من إمكانيات للحفاظ على أمن واستقرار الوحدة، وكذلك مواجهة الإرهاب في محافظة أبيان. وأخي اللي هو الآن قائد المنطقة الأولى اللواء محمد الصوملي، يمكن لكم أن تسألوه ما هو الدور اللي قدمته هذه القاعدة. كان دور كبير ودور بطولي، ونفذت القاعدة تقريبا حوالي 800 طلعة طيرانية قتالية، كما بما فيها أيام الأعياد وأيام رمضان. كم سقطت من 800 هذه؟ كم سقطت طائرة؟ لم تسقط حتى طائرة واحدة على الإطلاق. طيب 800 طلعة ولا سقطت طيارة، وعندنا هنا ما كان في مخطط ولا أجندة لإسقاطها. كان الهدف هو الدفاع عن الوحدة اليمنية، عن تماسك اليمن، والهدف كان مواجهة عناصر إرهابية تهدف إلى تمزيق وحدة اليمن وإلى إرهاب أبناء يعني سعادة اللواء، يعني 800 طلعة لم تسقط منها طائرة واحدة؟ لم تسقط طائرة واحدة. وأنتم في تقريركم الأخير أنه من 15 مارس أو مدري من كم 135 طلعة تقريبا، وحدثك عن إيه، لكن أقصد أنا كمشاهد أنه 800 طلعة ما تسقط منها طائرة، و135 طلعة خلال الأشهر الماضية التي طلعتم بها هنا بداية تدريبية منها كذا ما إلى ذلك، سقطت منها تقريبا كم طائرة؟ ألا يدل ذلك على وجود إشكالية داخلية لديكم في مؤسستكم؟ سنأتي ونوضح الجزء المهم هذا، هو حقيقة الجزء المهم الآن بتمر بالقوات الجوية. وأنا أقول لك هو اللي حاصل واللي تمر بالقوات الجوية هو خطة منهجة لتدمير القوات الجوية، محاولة سواء من خلال بعض المنتسبين من داخل القوات الجوية، وهم قلة قليلة جدا ولم يتمكنوا، فحتى أتى الخطة المنهجة والمبرمجة من خلال استهداف الطائرة. وأنا سأتطرق هنا، حبيت أن أطلعك حول الطائرة اللي استهدفت بتواريخها، وهي كلها موثقة بالصور، ليس كلاما عبارة عن كلام إنشائي. جميل، يعني بس انه يعني انا يعني انا لما اطلع على 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 تقاريركم على بياناتكم، انتم تقولون خلال ثلاثة أيام الماضية قتل ثلاثة، او الاسبوع الماضي قتل ثلاثة في قاعدة العرد، وهم كانت كارثة. ثم كذلك اقتحام مقر القيادة، يعني حصل اقتحام مقر القيادة، وكذلك تفجير يعني ناقلتي نفط حصلت كذلك في العناد وكذا، هذه بياناتكم. اذا سمحت لي انا ممكن اسرد هنا بعض الحوادث التي مرت بها القوات الجوية. اولا احنا اتينا الى قياده القوات الجويه، انا ومعي الاخي الاركان عبد الملك الزهيري، ومعنا الاخوان المخلصين الشرفاء الذين ينتمون لهذه الوحده العظيمه التي يدها تمتد الى كل شخص في اليمن، زي ما قلت لك سواء كان جانب عسكري او مدني. واجهنا بعض المشاكل بدايه تولي القياده، منها انه كان هناك انقسام الذي حصل تقريبا في تاريخ 22 يناير 2012، الخروج لجزء منتسب القوات الجوية الدفاع الجوي مطالبين ان عليهم تظلمات وكذا من القيادة السابقة، لكن السلاح لم ينقسم او يوجه السلاح كل واحد في وجه الاخر، السلاح ظل سلاح مستخدم من جميع ابناء القوات الجوية الدفاع الجوي في اتجاه واحد فقط هو العدو. فاتينا الى داخل القوات الجوية الدفاع الجوي، فعدنا زملائنا اللي كانوا في الساحة، التقينا معهم، فتحنا اللي هو طاوله الحوار ولكن بالطريقه العسكريه الشفافيه، مبدا الشفافيه فيما بيننا، وتمكنا الى حد ما من استيعاب كل الفئات التي كانت يعني قد تكون تنتمي الى فئه معينه او الى حزب او كذا خارج عن ارادتها، لانه كما تعرف احنا في اليمن لسنا مؤهلين بالمستوى اللي نقول احنا حزبيين او احنا كذا، لا. الحزبية عندنا مفهومها يعني غلط، نستخدم أيضا استخدام غلط إنه الحرية والديمقراطية. فزي ما قلت لك وإحنا أول القوى التي أعادت هيكلة قيادتها تقريبا، قرارات أول قرار صدرت حوالي 57 قرار، ما بينهم من قائد لواء إلى أركان لواء إلى نواب إلى يعني قارة الصف الأول، هذا أول قرار كان 57. أنا سأتي إلى ما قمتم به، لأن البعض قد يختلف معكم فيما قمتم أنتم به في إعادة هيكلة أو ترتيب الأوضاع، حتى في المشكلة الأخيرة التي قيل لنا من أجل المكافآت أو ما إلى ذلك، لكن ضعني أنا في الصورة، هل أطمئن أنا كمواطن أن مؤسستكم
ليست فيها خلافات؟ يعني سامحني أقول بينك أنت وعبد الملك قائد الأركان، أن بينك مشاكل أنت وياه؟ والله يا أخي العزيز، بالنسبة للعميد الركن طيار عبد الملك الزهيري هو أكثر من أخي، وليس زميل، وليس هو فقط أركان حرب القوات الدفاعية، ولكن أعتبره واحد من إخواني، لأني أعيش معه أكثر ما أعيش مع إخواني أو مع أولادي. وحقيقة خلال تولينا القيادة في قوات الدفاع الجوي من تاريخ 24/4/2012 وحتى يومنا هذا، أقسم لك بالله العظيم لم يحصل بيننا أي اختلاف. وهناك من حاول أن يشيع هذه الأخبار في أوساط منتسبي قوات الدفاع الجوي، حتى أنه أنا في الجمعة قبل اللي مرات الأخيرة التقيت مع إخواني في الجامعة وتكلمت معهم، قلنا أنه هذا كلام لا له أصل ولا صحة، وأنه الهدف منه هو أنه إيجاد اتجاهين داخل القوى الجوية يهدف إلى تمزيق القوى الجوية والدفاع، شرخ القوى الجوية، لكن مصلحة من؟ وهذا هناك أجندة وهناك جهات تهدف إلى هذا الشيء، أنا لا أريد أن أحددها في هذا اللقاء، ولكن هذه هي حقيقة. وسأتطرق أنا بعلم بالأرقام والتواريخ، أنا لن أتكلم كلام إنشائي. أنا 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 أنا, أنا, أنا سأعطيك الأرقام لو تكرمت. أكمل كلامي هنا فيما يتعلق بعلاقتي مع أركان حرب القوات الجوية اللي هو أخي العزيز عبد الملك الزهيري. لن يحصل زي ما قلت لك، وأقسم على ذلك أنه لم يحصل، وإن شاء الله لن يحصل حتى لو تركنا المنصب، لأنه المنصب زائل تمام، ولا يبقى إلا الكلمة الطيبة. إن توفقنا وقدرنا أن إحنا نقدم شيء للقوات الجوية ونحن صادقين معهم أنه نريد أن نعمل شيء، ولكن أحيانا نتيجة مطالب معينة أو عدم استقرار معين تحصل أن إحنا في تباطؤ من تقديم الخدمة المطلوبة. حصلت في المرحلة الأخيرة أنه الأخ الوزير والأخ رئيس الجمهورية حفظ الله تكرموا ووجهوا بعلاوة لمجلس القوى الجوية والدفاع الجوي، فكان المبلغ بسيط تم توزيعه بحسب المناصب أو التخصصات الفنية الموجودة داخل القوى الجوية والدفاع الجوي، فحصلت بعض الأخطاء وإحنا بالأول والأخير بشر. هدفنا هو إيصال الفائدة لكل من داخل القوى الجوية والدفاع الجوي، وإن أخطأنا مثلا وحصل علينا خطأ أثناء العمل نتيجة وكذا هذا فلان نزل عليه، يعني عملية حسابية وكمبيوترية، رجعنا كلفنا لجنة مكونة من الأخ نائب قائد القوى الجوية للطيران عمر سعيد والنائب وزير الدفاع والإدارية والمالية، وكذلك أحد العقداء المعروف لهم بالنزاهة والشرف العقيد محمد عوض، وطلبنا منهم أن يتواصلوا مع اللجان التي كلفناها لصرف المرتبات في الألوية، لأنه عندما أنزلنا الكتبة إحنا نزلنا مع كل كاتب رئيس لجنة برتبة عقيد برتبة مقدم ليسجل السلبيات التي قد تواجههم أثناء صرف الراتب من أجل العمل على إزالتها أو تصحيحها. لكن ما بين هذه وهذه، ما بين إنزال العلاوات وما بين المشكلة التي حصلت وبين اللجنة التي شكلتموها، ما بين هذه وهذه حصلت مشكلة، المشكلة تقود إلى 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 محاصرة قيادة القوات هي ما بينهما وإنما بعدهما. طيب تشكيل اللجنة ونقول مع الكتبة هذا كان سبق الحدث الذي حصل، وكذلك تشكيل لجنة لاستقبال التظلمات من قبل اللجان الفرعية والعمل على مواجهتها أيضا سبق الحدث اللي حصل، والحدث اللي حصل طبعا هما نسبوه إلى إخواننا منتسبي الشرطة الجوية، وعلاقتنا بمنتسبي الشرطة الجوية علاقة متميزة لا يوجد فيها لا ترفع ولا تعالي ولا كذا، بنعاملهم معاملة الابن والأخ، لأنه دخلنا من هذا المنطلق وسنستمر بهذه المبادئ حتى آخر يوم داخل القوى الجوية. بس ألا ترى ذلك أنه قد يقلق السادة المشاهدين أن يكون الخلاف ما بين هذه القيادات على علاوات؟ طبعا هي أججت على أنه الاختلاف بيننا هو على علاوات وعلى تقاسم فوائد، ولكن أنا أوجه الدعوة لقناتكم الكريمة والقناة الليبر ولكل من يحب، وأيضا أتمنى من الإخوان في هم قد كلفوا اللجنة طبعا الأخ رئيس الأركان تكرم مشكورا وشكل اللجنة برئاسة اللواء محمد القاسمي ومجموعة من الإخوات وأساليات ومدراء الدوائر في وزارة الدفاع، هم الآن بحقوا في هذه الحادثة التي كانت في يوم الثلاثاء تقريبا 7/5، وتعاملنا معها بعقلانية ولم نحاول أنه يحصل احتكاك أو نوصلهم إلى ما خططوا له إلى ما يريدون، فظلوا في الباب لأنه عبارة عن مجموعة مدنية أتوا طبعا إلى القيادة
بلغوني أتوا الصباح أنه مجموعة من إخواني في الشرطة الجوية، فألتقت معهم أنا شخصيا وخرج إلى أوساطهم حتى لحراسة وحراسة الأخضر ملعوني بالالتصاق بهم. قلت لهم هؤلاء جنودي وأنا إذا كنت باخذ على نفسي في أوساطهم فلا يحق لي أن أبقى قائدا لهم. جميل. لأنه القائد إذا هو بيخون مرؤوسيه هذا ليس قائدا، هذا يا أما رئيس عصابة أو بينفذ مخطط معين. لكن أنا أتيت قائدا لهم فدخلت إلى أوساطهم وأبعدت كل الحراسات اللي حولي، قلنا اتركوني أنا وهم، ما هي مشاكلكم؟ قالوا مشاكلنا كذا. قلت أنا شكلت لجنة الوضع 1-3، شكرا يا فندم، توكل على الله وراحوا لهم. أتفاجأ بعدها بحوالي تقريبا 10 دقائق بقدوم فريق مكون من عدد كبير من اللي لابسين مدني يحملون بأيديهم الصمال والحدايد والبنادق المعمرة والكذا. طبعا أنا حاولت أخرج وألتقي بهم إلا أن بعض الأخوان منعوني، من ضمنهم الأخ النائب للدفاع، لا يمكن أن أسمح لك لأن الوضع هنا قال ما أعرف الوضع طبيعي ولا هي مسألة علاوات، فمنعوني من الخروج. وخرج الأخ الأركان حاول يتكلم معهم، رفضوا أن يستقبلوا منه أي كلام، فعاد وأغلقنا الباب لأنهم كسروا كذا فعلوا أشياء. مطالبهم العلاوات. إحنا طبعا شكلنا اللجان هذه وكان هدفنا هو تصحيح الاختلالات الموجودة داخل ألوية الطيران والدفاع الجوي. هناك من يقول إنه هناك يعني أعداد كبيرة مفرغة وتقاسم للمرتبات وما أشبه ذلك. إحنا من هذا المنطلق تم تشكيل لجان من أجل أن يتم تسليم المرتب يدا بيد ونوصل إلى السلبيات إن وجدت ونعمل على معالجتها. سعادة اللواء، هل تتوقع أن الخلاف الذي في الأرض انتقل إلى السماء؟ أنا أعتقد أن الخلاف في الأرض ما نجح. فوجدوا أن خلاف السماء، خلاف السماء هو أقوى من خلاف الأرض، وخلاف السماء أصلا سيترك جثث من أبناء الشعب اليمني الأبرياء الذين في مكان أعمالهم أو في بيوتهم آمنين على أنفسهم، فيتفاجؤون بطائرة من الطائرات الحربية تتقسم إلى أشلاء وتنزل على منازل. ولكن الحمد لله ربنا جنب الإخواننا المدنيين أنه ما حصل فيهم كوارث، كان في هناك بعض الدخوش، والعملية هي معروفة. وأنا ممكن أوضر أريد الصندوق الأسود التابع لهذه. أنا سعتي على الصندوق الأسود في الحال. هو ليس أسود طبعا، هو أصفر. هو أصفر ولكن يسمى بالصندوق الأسود، له مميزات ومواصفات خاصة، هو يتحمل. أنا سعتي إليه، لكن قبل أن نصل إلى الصندوق الأسود، وإن كان هو أصفر اللون لكنه أسود الظاهر من الأفعال التي تدور حوله، أبيض القلب. أبيض القلب. ولكن يعني لماذا، يعني اقصد انتم تتعرضون لمجموعه من الحوادث المتتاليه المتعاقبه اولا باول وكذا. وانا حقيقه اتمنى ان اسعد المشاهدين ليس من باب الاستعراض، ولكن انا اتمنى ان اعرف ما هي الحوادث التي تعرضتم لها. زي ما سبق وانا قلت لك، احنا اتينا الى الهرم، الى راس الهرم في القوى الجويه والدفاع الجوي، ليس في ظروف طيبه او سهله او كانت كلها ايام فرح، وانما هي كانت ايام جهاد حقيقي للم الشم ما بين إخواننا الذين انقسموا وخرجوا من الساحات وإخواننا اللي بقوا داخل القوى الجوية. وقلنا كلنا أبناء القوى الجوية والدفاع الجوي، كلنا أحرار، ليس الحر من خرج وليس الحر من بقى، وإنما كلنا أحرار. اللي بقى هو بقى وأدى دور تمام في مواجهة الإرهاب وما أشبه ذلك، واللي خرج وأدى دور في تغيير واقع معين تمام. ولكن إحنا إلى حد ما زي ما قلت لك تمكننا من تجاوز هذه المراحل، وذلك كان من خلال التعامل الصريح والواضح وإعطاء حقوقهم بشفافية فيما يتعلق بالجانب الإمدادي، بالجانب أمور مفتوحة الكل. القوات الجوية ومكتبها لم يغلق على أحد، لا صغير ولا كبير، لا فراش ولا طباخ ولا عقيد ولا أحد، مفتوح الكل من يوم تعيننا حتى اللحظة هذه، وهو مسخر لخدمة منتسبي القوات الدفاع الجوي. فأتت في مرحلة متأخرة طبعا من تولينا القيادة، كان هو في شهر 11 تقريبا بعد منتصف الثاني شهر 11 2012، طائرة من الطائرات، طائرة السخوي، تعرض إطلاقنا طلقة نارية تمام، وكانت بقيادة رئيس عمليات اللواء اللي هو محمد البركاني، والحمد لله أنها الطائرة هبطت وما فيش أضرار، ما فيش أضرار، أيوة تم ترميمها. بعدها بتقريبا حوالي 4 أيام اللي هي طائرة الأنتونوف، وطائرة الأنتونوف كان عندنا بعض الأدلة وكذا التي تقول كذا التي سقطت طبعا إن الطائرة تعرضت لأقنار، ولكن إحنا ما
مجد الناس على ذلك، وتركنا الموضوع طبعا للاخوان في الادله الجنائيه اللي وزاره الداخليه، فخرجوا الادله الجنائيه، لا اعرف منهم هل هو من باب الحرص او عدم تشويه سمعه اليوم وكذا، بتقرير ان الطائر لم تصب باطلاق ناري، وهذا التقرير وذا بين اليوم. تمام؟ تقرير نقول الادله الجنائيه، ولكن حقيقه حسب المعلومات المؤكده اللي كانت موجوده عندنا انه في الطائره تعرضت، لكن كيف لي انا ان اعلن نتيجه لم تكتب؟ فاضطرينا انه نمشي مع النتيجه التي اعلنت. ولو كانت خطا؟ لانه انا ما هو اللي حققت فيها. هي ولو كانت خطأ. الطائره شوف حتى لو تعرضت لاطلاق ناري، هي ربما تعرضت لاطلاق ناري اللي ادى الى تسريب الوقوع. تمام؟ ولكن كان يعني مصلحه البوابات تتطلب انه عدم هذا، والاخوان قلت لك تولوا وطلعوا التقرير هكذا بهذا الشكل. كان يفترض ان الطائره حتى لو تعرضت لاطلاق ناري كان يفترض انها تصل الى مطار الاقلاع، لان هي مؤمله بمحركين. تمام؟ المحرك الاخر يضمن لها الوصول. هنا لا نعرف ما هو اللي حصل، لانه انتهى الحديث بين طاقم الطائره والبرج انه عندي انا خلل في المحرك الايمن، انطفاء المحرك الايمن، وخلص وانتهى الكلام هنا. ايش الاجراءات اللي تمت بعد ذلك؟ كان يفترض ان يظهرها الصندوق الاسود الذي هو ليس بالاسود وانما بالاصفر. وين راح؟ ولكن الصندوق الاسود موجود، ولكن الصندوق قديم جدا ومركب على الطائره من يوم صنعت. فعندما اخذنا الصندوق وبدانا نعمل على تشفيره وتحليله، طبعا احنا ما قدرناش هنا ما عرفنا نفتحه. تم ارساله الى جمهوريه اوكرانيا، في جمهوريه اوكرانيا تم فتح الصندوق هناك. تمام؟ واتوا بالصندوق عباره عن الفيلم هذا اللي يشتغل 30 صوره، الماده الكربونيه متكلاه تقريبا اكثر من الثلثين، يعني لم يمكنك من او يوضح شيء. فطلب مننا، طلبوا من الاصدقاء الاوكران، قالوا نكتب لكم النتيجه اللي تريدون. قلنا لا، احنا لا نريد غير النتيجه التي موجوده في الفيلم، لاني انا اقسمت امام الاعلام المرئي لجميع ابناء، لن اقول للحقيقه، في الحقيقه. فقلنا جيبوا الفيلم كما هو. تم التواصل مع ساعات الملحق اليمني محمد الشاهر، العميد محمد الشاهر في مشكل، انه الاصدقاء الروس ابدوا استعدادهم، وأصدرنا الفيلم أيضا روسيا، ولكن لم يكن هناك أي فائدة، لأنه زي ما قلت لك عبارة عن المادة السمرية هذه الكربونية أزيلت، ما بقاش منها شيء. فاضطرنا بالأخير أن احنا نرجع ونعتمد على تقرير الأدلة الجنائية الذي قال القيد ضد مجهول. أقصد ألا ترى أن هذا كذلك يعني لا يعفيكم من المساءلة، أنه كيف طائرة تطير يعني إذا كان هذا الصندوق منذ أن أسست الطيارة وهو ما زال عليه، ما فيش عليه يعني صيانة دورية، ما فيش اطلاع عليه، هذه حياة أناس. الصندوق مركب على الطائرة من 82، من قبل 30 سنة. اما من عدم الاستشهاد ما قدرش ان الصندوق اصلا غير عامل. انا طيار متخصص مقاتلات، واعرف ان الطائرات المقاتله تركب عليها الصندوق اللي امامك هذا. الطائرات الانتروف لا اعلم ان عليها كان يركب صندوق اسود الا من يوم الكارثه. تمام؟ والان احنا بنعمل ان شاء الله على انه لا تطير اي طائره الا بتصليح الجانب هذا. طيب وين عندما يطير الطائره الا يطير الجاهزيه تكون؟ الجاهزيه موجوده، شوف الطائره سواء كانت ايام النظام السابق او النظام الحالي، ليس هناك من طائره تطلع بمجرد انه القائد يعطيه امر او اركانه او نائبه، هذا كلام غير صحيح. غير صحيح، وحتى لو اصدر القائد امرا، تمام؟ فالمختص الفني يقول له اسف انا الطائره هذه كذا كذا وضعها فني كذا كذا، ولكن في بعض الحالات في بعض الاحيان يسمح عند ظروف معينه للقائد اللي هو الاول انه مثلا يعمل تمديد في اشياء معينه اللي ما يتعلق باسم الطائره، اما قطعها فيجب ان تكون كلها سليمه، محركاتها يجب ان تكون مرت بعمراتها في مصانع الام وليس في اليمن. لكنها متهالكه سعاده اللواء، طائراتكم التي موجوده لديكم، انت تقول من 82، يعني من 82 خلاص هذه امرها الافتراضي قد انتهى. والله يا اخي انتم اذا انتم دوله غنيه، احنا نتمنى انه نمتلك سلاح حديث، زي ما التمس وشاهدنا اثناء زيارتي للمملكه العربيه السعوديه، عندهم سلاح ما شاء الله، يعني انه معهم ضرب، احنا ما في معنا ضرب. لا تقل لا 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 تخلوش الطائره، لا الطائره هي في طير في طير المسموح. الطائرات في مصر بيطيرن من صناعه 71،
هذا كلام مش صحيح انها متهالكه ومتقدمه. بس في مصر سعاده اللواء حصل حادث قطارين استقالت الدوله بكاملها، راحت الدنيا كلها. ما هي الاجراءات التي تمت بعد ذلك بالنسبه لكم؟ انا ساتي على الاجراءات التي تمت، لكن سؤالي الان هو قضيه لماذا هذه الطائرات في العالم نفس الموديلات التي صنعت ما تسقط وعندنا في اليمن تسقط؟ ليش يا اخي بتسقط في كل دول العالم لكن بنفس الكم وبنفس الهيئه وبنفس المكان؟ اتي لي بعاصمه بكميه اكبر من هذا، لكن اتي لي بعاصمه من العواصم سقطت عليها عندك السودان طائره الانتونوف اكثر. لو ترجع الى الانترنت وتقرا هناك راح عليهم عدد كبير جدا من طائره الانتونوف في الخرطوم. في الخرطوم شو العاصمه سقطت؟ هي دوله من الدول التي تمتلك الطائره هذه وعندها اسطول، لكن ما سقطت في الخرطوم، احنا تسقط عندنا في العاصمه يا اخي. هذا قد من بيخطط لاسقاطها في العاصمه تماما. يعني انا لا اريد ان ترى ان ذلك مخطط؟ نعم. ليست عفويه يعني لا لكن كان هناك من عفويه فهي الاجراءات بعد انطفاء المحرك الايمن. لا نعرف ما هي الاجراءات، لانه في الاجراءات عاده انه الطيار يعمل عمليه تجنيب للمراوح، و بعد ما يجنب مراوح الطائرات لانه عن شان ما يتركهاش انها تفعل انزلاق حاد تمام، يقوم بخلال محرك واحد وتوجيه الطائره وتهبيطها. سعاده اللواء، واكثر من ذلك من الطائره كان ما فوقش حموله، كان فوق 10 اشخاص اللي هم الطاقم ومدرب. سعاده اللواء، هل معنى حديثك ان جميع الطائرات التي سقطت بالذات الثلاثه التي سقطت في صنعاء، وانا اتعجب لا اخفيك انها سقطت بطريقه فيها من العدل الشيء العجيب، يعني الحصبه والدائري وجنوب صنعاء، لانها كلها سقطت في اجواء هادئه في اوضاع يعني هادئه جدا وبسيطه. بس التوزيع الجغرافي لها برضه يدل على العدل في التوزيع. لا اعرف انا من وزع، ولكن اسمح لي هنا ان اضم لك الى القائمه. انت عندك معلومات على ثلاث طائرات فقط. ادي لك الطائره الاخرى. تفضل. الوقت الطائره السخوي هذه بتاريخ 17/11 هو موثقه، اللي هو 21/11 اللي هي طائره الانتونوف اللي كانت كارثه وراح عليها كوكب من الطين 10، يعني من اكفا واجدر و يعني الكوادر الموجوده داخل القوى الجويه. بعدها بتاريخ 28/11 يعني كم فارق اسبوع، تعرض طائره اللي هي هيلوكوبتر لاطلاق نار تمام اثناء عودتها من صعده، ودخلت الطلقه واصابت احد الجنود الراكب فوق الطائره. في هذه الصوره اذا في داخل الطائره اي وكان راكب هذا قدم مع حقه وهذه طلقته تمام. عاد تعرفون احنا ما بنشوف في امور كلها يعني 10/10 ان الطيار بيطلع وحامل راسه بيده، ولكن من اجل البلد الناس ما بتطاعش، بتقدم الواجب وتنفذ الواجب. والقوى الجويه كما هو معروف لدى الجميع في بعض الايام تتواجد في جميع محافظات الجمهوريه. لكن اين الشفافيه حتى يكون الناس معكم؟ هذه الشفافيه اللي وضعت الان، هذه قمه الشفافيه. اقصد شفافيه معك ما دام تفضل. هذه كلها متعلقه بالطائره التي كانت يعني لو لا سمح الله ستسقط لو جاءت الطلقة بالطيار، ونضمها إلى قائمة الطائرات المتهالكات، وهي الطائرة ليست متهالكة. ما أدري يعني يتبع معك بعض الحوادث ولا أدخل فيها؟ باقي لا يعني أنا ما قلناش النص. تمام. في 6/5/2013 تفجير قاطرات طبعا المرحلة هذه كانت المرحلة الدسمة اللي مرت بها القوى الجوية في عام 2013 الشهر هذا شهر 5 اللي هو تفجير قاطرتين وقود في قاعده العرب، وكان الهدف طبعا مش تفجير القاطره، هو تفجير القاطره تفجير الصهاريج، لكن المطافي كانت موجوده وجاهزه، ورغم ان التفجير كان الساعه 4:30 فجرا وتمكنوا من اطفاء الحريق واقتصر الخسائر على القاطرتين تمام. وقيدت القضيه ضد مجهول والتحقيق جاري فيها ولا حتى الان نتائجها غير معروفه تمام. اتت بعدها اللي هي حق في نفس اليوم اللي حصلت فيها حق العند الكارثه اللي كانت مقدمه طائره اتش 2 في منطقه حطاب هنا في همدان، تعرضت لاطلاق نار ودخلت الطلقة من جنب كرسي الطيار وخرجت من فوق رأسه. يعني لو قتل الطيار واحد الطائرة إنها قيدت ضد مجهول. بس ما تلاحظون سعادة اللواء أنكم تصطادون كالفراش؟ يعني أقصد ما سأسأل ما هو ما تريدنا أن نعمل؟ بس ما هي الأسلحة هذه التي يمتلكها الناس حتى يصيدون؟ هذا السؤال يوجه للجهات اللجنة الأمنية والجهات المعنية بالأمن داخل البلد.
إما أما لا أنا ولا أنا وزير داخلية ولا أنا أنا قائد للقوات الجوية والدفاع الجوي. أنا حاسبني عن ما هو موجود داخل إطار القوات الجوية. بس عندما تخبرني سعادة اللواء أنه رصاصة دخلت، يعني أي نوع من الرصاص هذا؟ ومن هذا الذي يطلق بهذه الطريقة؟ هذا ما هو التحقيق عشان ما أخذ مؤتق، التحقيق جاري في الموضوع، ومعنا مجموعة قدهم من أبناء المنطقة داخل، المنطقة بها 10 أشخاص و 12 شخصا. تمام؟ أتت بعدها اللي هي مباشرة التحرف داخل القاعدة اللي تكلمنا عنه، اللي التحرف على القيادة. ويسقط الزهيري ويرحل مدري من والجناد نائم، ان احنا نائمين ان احنا كذا. طبعا وديرت قتلت من فئات مدنيه بعضها قد مشكات، واللجنه واخذه في الموضوع هذا، واحنا نعمل فيهم امل كبير بعد الله سبحانه وتعالى انهم سيخرجوا نتائج هذه الحاله. وال ما الضامن انا ضامن، لانه انا اثق في نزاهه رئيس اللجنه اللي تم تكليفه قبل محمد القاسم والاخوان اعضاء اللجنه اللي معهم، وانهم لن يسمحوا ولن يتهاونوا في مثل هذه الامور. لان انحرف التقرير كما انحرف التقرير الاول في الطائره السابقه. ها هذا مش هذا هم التحقيق ليس في الطائرات، وانما في الاعتداء على القيادات. ايوه يوم الاربعاء اللي هو يوم 8/5 اللي اغتيال الشهداء الوطن والواجب الاخوان الاعزاء على قلوبنا حقيقه، واللي تمثل لنا كارثه كبيره جدا على القوى الجويه. نقول لانهم مدربين حلوا محل المدربين السوريين، هذا تعويضهم ليس بالشساه. وانت سالتني قلت ليش كل ما بيقتلوا عليكم الا الكفاء؟ كلهم اكفاء، كلهم درجه اولى. انا اقول لك انه اصلا الجويه لا تقبل لا اكفاء، لا يوجد بها لا شغل كفاء، لانه الغير كف هو سيؤدي بنفسه وبمن معه الى الهلاك. اما هؤلاء اذا بينتقلوا معهم قياده عسكريه، معهم قياده مدنيه. طيب سعادة اللواء دعني اتجاوز حقيقه الحوادث على كلماتها. لو تكرم هذه حادثتين عشان قد احنا نكمل مره واحده. ناتي بعدها اللي 13/5 اللي هي الكارثه استشهاد الطيار النقب الطيار هاي الاغبري. انا اريد هذه الحادثه، لو تحدثني عن حقيقه هذه الحادثه. اجيب واحده بعدها ما عشان ازعلك. تفضل. عشان اكمل. تفضل. تمام. الحادثه الاخيره اللي هي كانت يوم 15/5، وكانت الطائره تقل اخواننا مؤتمر الحوار تقريبا امس، وزير الاتصالات احمد بن داغ مجموعه معه، انا كنت مسافر لاني لا اعلم من كان معه الطائره. ولكن الطائره هذه تعرضت لاطلاق نار، وجاءت الطلقه عند راس الطيار. يعني لو قتل الطيار واقتربت الطائره انه قتل ضد مجهول. بس ما تلاحظش ان الصيادين هذول بيجيبونها جنب الطيار؟ بس السؤال هذا مساله ما هذا انا ملاحظه. بس استفسر انا. انا ملاحظه ويشكل لي خوف ولا لكن يعني بس تلاحظوه ما نعمل. ما هو الاجراء اللي بيه؟ وانا ساسالك ما هي الاجراءات التي تتخذونها اذا كان ترون كفاءاتكم يتساقطون؟ انا طبعا من خلالكم اوجه نداء، يعني نداء حار ومؤلم الى الاخ وزير الدفاع والى الاخ ممثلا بالاخ رئيس الجمهوريه، انه يتم التوجيه الى الجهات ذات العلاقه التي لها علاقه بامن البلد استقراره. البلد الشعب اليمني شعب طيب، شوف رغم كل ما مروا من محن ومن ازمات، من قطع كهرباء، تخريب كهرباء، قطع النفط، قطع الطرقات، تفجير، اغتيالات، مع ذلك الشعب ما زال متماسك، شعب عظيم. فحقيقة ربنا إن شاء الله يعطينا على قدر نوايانا رغم المخططات. أنا سأتي إلى الإجراءات التي تتخذونها، ما هي؟ هل تريد مني إجراء؟ أنا لا لا أريد الإجراء، أنا أريد ما الذي حصل في يوم 13/5، طائرة تسقط أمام عيون الناس، والناس شاهد بعضهم أن الطائرة تحترق في السماء. هذا كلام الناس، هذا كلام الإعلام، لكن أنا أريد كلام الجهة المعنية التي حقيقة هي لديها المعلومة الحقيقية. ما الذي حدث لهذه الطائرة؟ أنا أعتبر كارثة الطائرة، رغم أنه استشهد فيها أخ وزميل عزيز على قلوبنا كلنا، الرجل كان يحفظ القرآن بالكامل، هاي الغبري يحفظ القرآن كاملا. تمام. ومأساة وكارثة على أولاده وأسرته الذين احنا فقدناهم وأسرته فقدوا أيضا. ولكن هو راح، وبالمقابل أسلمنا رسالة سماوية نعتبرها للقوات الجوية، أوضحت المخطط أكثر. تمام. لأنه هو كان الهدف من وراءها هو التفجير، قتل أكبر عدد من المواطنين الأبرياء. وانت تقريبا صحفي وتعرف الامور هذه اكثر مني، قلت لك مسافر، ولكن كما سمعت ان في بعض القنوات الخاصه قعد الطائره في الجو مقر سقطت فوق الكاميرا بتشتغل في المقر الحادث. يا رجل، ولا قناه سي ان ان الامريكيه هذه اللي عندها من الامكانيات
الخبرات والتقنيات ما تقدر تصل بالمستوى اللي وصلوا اخواننا للاسف من تقنيه وكذا، ويهتفون الى لا جويه بعد اليوم لا شيء مؤلم. زي ما قلت لك احنا خسرنا اخ عز علينا، ولكن بالمقابل احنا اكتشفنا ان هناك مخطط يدار لتمزيق وتدمير القوات الجويه، ولن يسمحوا للقوات الجويه انها تتطور وتبنى بالشكل الذي يجب. لماذا تستهدف بالذات القوات الجويه؟ لانها وحده وطنيه زي ما تكلمنا عنها حقيقيه، انتمائها حقيقي لله ثم الوطن. يعني من المستفيد في اضعافكم في تدمير؟ في هناك جهات مستفيده انا لا اعلمها، وانما الجهات الامنيه والكذا هي ممكن ان تعلم او تبحث عنها، انا لا اعلمها. انا اعرف ان هناك استهداف للقوات الجويه ومنتسبيها. ما الذي حصل مع القائد هاني الغبري؟ القائد هاني الغبري الطائره تعرضت لاطلاقنا، تمام. المقدمات اللي هم شهود العيان واللي كانوا في مكان وقوع الكارثه هم تكلموا عن الطائره كثير، قالوا اول ما بدا ظهر منها دخان، والدخان كما كان عباره عن دخان ابيض، وهذا دل على انه وقود وما وقود، تمام. فالى ان اتصل تقريبا قبل الارض بحوالي 50 متر فقالوا انه حصل لها زي تفجرت. هو احيانا يحصل عندما يحصل احتراق الوقود وكذا تتفجر الطائره. اللي حصل الطيار الشهيد رحمه الله عليه هو دخل، لانه كثير من الناس سالوه كيف هناك مدخل هبوط مطار صنعاء وكيف الطائره اللي في الزراعه دخلت الهبوط. المواطن البسيط يقول كيف هذا؟ يتساءل عن هذا. انا اريد ان اوضح نظام الطيران في الاجواء الحسنه يوجد دائره للهبوط، وفي الاجواء الصعبه عند وجود سحب وكذا وتمارين معينه يوجد مدخل واحد للهبوط اللي هو الدخول بمنظومه العدادات او ما يسمى بالطائره العالي. فالشهيد رحمه الله عليه طبعا الطائره اللي راحت في الزراعه هي دخلت بالدائره القصيره، تمام، فانتهت هناك. طائره الشهيد الله رحمه الله عليه دخلت من فوق حجاز، من قبل حجاز اللي بمسافه يجب ان تصل 38 كيلو، هي مسافه الدخول للهبوط بالمنظومه يسموها، يتعامل بتعليمات المحطه الارضيه ثم يتعامل مع العدالات الموجوده عنده داخل الطائره، تمام. فسقط الرجل الشهيد هناك في مكان قريب في بدايه صنعاء من الجهه الجنوبيه. انا ما قررت في المكان نفسه لانه قلت لك انا وصلت وكنت تعب يعني، بس انا حبيت اوضح مسارات الهبوط. وبالاول والاخير المسار واحد. شوف هذا اتى من الدائري اتى من هنا ضروري ان ندخل من هذا، وهذا اتى من هنا ضروري ندخل، تمام. فهذا توضيح. فربما الشهيد تعرض لاطلاق نار، ربما يعني انا لا يعني الصور الجوائز لا، الطائره هي اصيب تعرض لاطلاق نار، لكن قد اصيب هو اصابه مباشره لم تمكنه من السيطره على الطائره. هو نفسه تعرض لاصابه قتل يعني؟ ربما يعني. هذا الصندوق الاسود اللي احنا الان ما فتحناش، شوف الطلقه من فين دخلت، هي الطلقه دخلت من هنا. اخترقت الصندوق الاسود. اخترقت الصندوق الاسود راحت وخرجت من هنا. يعني اصبح تارك الصندوق الاسود الان. ان شاء الله نحن نامل، نحن هي عبرت عبر الشريط البلشيكي ولكن مؤمن ان شاء الله نحن نشيل منه، لكن الطلقه واضحه. تمام. وهذا الجزء الاخر. انا ممكن بس تعطيني اياه، بس انا اريد اسال المشاهدين فقط اذا اذنت لي. ايوه يعني هذا الان صندوق الاسود تعرض لطلقه ناريه من هنا. من هنا وخرجت ودخل المخرج. بس وصول الطلقه الناريه الى الصندوق الاسود يعني معنى ذلك، سامحني على فهمي البسيط، يعني انه واحد يطلق رصاصه فيصيب بها الطيار، ويطلق رصاصه اخرى يصيب بها الصندوق الاسود، الا يدل ذلك على 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 على, على, على ناس عندهم تقنيه عاليه جدا وخبرات كنت اتمنى ان نستفيد منها في القوى في الدفاع الجوي. والله لو حصلنا عليها لطورنا الدفاع الجوي الى حد كبير. يعني عندها مهاره عاليه؟ الطلقات هي انا اقول لك لا اقدر ان اقول او اجزم اقول لك كم عدد الطلقات لانه لا اعلم الغيب الا الله، لكن الطائره هي تعرضت لاطلاق ناري. الجهاز هذا الاول هذا جزء من حول المحرك ايضا، والطلقات واضحه وقد اخذ الصور من قبل الادله الجنائيه وكذا الى امامك، تمام. هذا اللي حول المحرك. لكن اذنت لي سعاده اللواء، يعني هذا اكيد انه سلاح مش عادي، يعني اقصد ليس السلاح الذي نستخدمه نحن. احنا ما نستخدم سلاح حتى يورط قنص، ربما سلاح قنص ربما يعني اقصد نوعيه خاصه تستخدم فقط في
والله لا أعلم، لو علمت لتجنبنا الذي حصل. لكن على حد علمك أن مثل هذه الأمور لا تستخدم، يعني أقصد في الأسلحة النارية المعتادة كلاشينكوف مثلا؟ عادة الطائرة تتعرض لإطلاقها، وأنا قلت لك عادة العمل الجوي نفذت حوالي 800 طلعة في الحرب التي كانت تدار في المنطقة الجنوبية، وكانت تتعرض لإطلاقها. كانت الطلقات تجي احيانا بجانب كبير الطيار، واحيانا تاتي في المحرك من طلقه الى اثنتين ثلاثه، لكن عاده اذا جاءت طلقات واصابت الطيار هنا تكون الكارثه، وهو الاحتمال الاكبر الثقه الاكبر انه الاصابه جت مباشره بالطيار. فافقدوا السيطره على الطائره، لانه لو ما جت بالطيار حتى لو ضربت الطائره هو كان يقدر يقودها ويوصلها الى مطار الإقلاع. لكن أنا أقول لك الاحتمال الموجود هو أنه الإصابة جاءت بالطيارة مباشرة، فأفقدت السيطرة على الطائرة، فأصبحت الطائرة غير مسيطر عليها بحسب الشهور العيان. الطائرة بتمرجح شمال ويمين كذا حتى انقضت بزاوية كبيرة جدا ودخلت إلى ما تحت الأرض بحوالي 500 متر. سعادة اللواء، حوادث متتالية للأسف أنها بين فترة وأخرى تقيد مدة مجهول. التحقيق حقيقة نحن نسمع أنها شكلت لجان في هذه الحوادث المتتالية هنا وهنا، لكن في الأخير يعني لا نسمع، يعني نسمع جعجعة لكن لا نرى طحينا. يعني في كل الحوادث التي مرت، وأنت صرت أن مجموعة من هذه الحوادث، وأنت تثق في بعض القيادات، يعني أنت شكلت بالأمس الاعتداء على القيادة، كفاءات جيدة، لكن أرواح طيران من خيرة كفاءاتكم، أنتم من الطيارين يذهبون واحدا تلو الآخر، يعني والبلد تخسرهم. الأموال قد تعوض لكن هؤلاء ما يعوضون. أنا سؤالي، ما هي الإجراءات التي اتخذها قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في مثل هذا المصاب؟ يعني إذا أذنت لي، وأنت دائما تتحملني أنا أقول في مثل هذا، يعني أنتم كما يقول البعض لا استقلتم على هذه الحوادث التي مرت، ولا أنتم حققتم ووضحتم، تبقى الأمور يعني ونخشى الآن تأتي طائرة تلو الأخرى. أنا سأخذ منك الإجابة لكن أنت لي بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، سأطير أنا وأنتم إلى يعني إلى فاصل يسير، لكن بأمان الله بإذن الله تعالى، وتصل الطائرة بعد هذا الفاصل بإذن الله. ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذه الليلة في تحت الضوء، الذي نسلط الضوء فيه على القوات الجوية والدفاع الجوي وما يدور في قواعدها وما يدور في طائراتها. ويعني نحلق أنا وأنتم حقيقة في ما تعرضت له هذه المؤسسة من مجموعة كما تصف قيادة المؤسسة إلى عملية ممنهجة من الاعتداءات المتتالية، أحيانا قد تصل ذروتها في وقت معين في غضون أيام معينة، تصل إلى مجموعة من الحوادث. حقيقة الذي أريد أن أصل إليه قبل أن أبدأ مع ضيفي الكريم في ذلك، أن الأوطان قد تعوض الأموال لكنها لا تعوض الأرواح. الأوطان والشعوب قد تعوض الأموال والطائرات لكنها لا تعوض الكفاءات والطاقات التي بذلت عليها الأوقات والأموال، يعني فترات طويلة جدا، من خيرة أبناء هذا الوطن، من خيرة أبناء هذه القوات المسلحة الذين يعني كما يقول البعض أنهم أكثر القوات يعني تكاتفا وانسجاما وطيبة، ويعني أرواحهم هي معلقة ما بين السماء والأرض غالبا، فيكون أكثر روحانية. ما الهدف من حقيقة من استهدافهم؟ ماذا، ما هي الرسالة التي تريد أن توجه عندما يقتل هؤلاء بدم بارد؟ كيف يعيش من استهدف هؤلاء؟ أهو يشعر حقيقة براحة بمثل ما فعله؟ سؤال موجه، أتمنى نحصل له على إجابة. باسمكم جميعا يسعدني في هذا اللقاء أن ألتقي يعني بقائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء طيار ركن راشد ناصر الجلد، حياكم الله. هذا اللواء، صحة اللواء، الحوادث المتكررة آخرها الحادثة الفاجعة والتي تصفها أنت دونا عن بقية الحوادث أنها بيّنت لكم المخطط أو أظهرت لكم المخطط، وكأنك تقول يعني أن المخطط لم يكن واضحا جليا في الحوادث الماضية. كان في شك على كان في شك، ما الذي اتضح لكم؟ اتضح لنا
ثلاث خطط ممنهجة لإثارة الزعزعة وقتل الأبرياء متشبه قوى الجوار الذين تمتد إليهم أيدي الغدر والخيانة، وليس فقط في الجو إنما أيضا على الأرض، وأنت على علم بذلك. الكارثة الأخيرة التي حصلت في محافظة لح وأخذت علينا ثلاثة من خيرة ما موجود داخل قوى الجوية من مدربين أكفاء يدربون المبتدئين في الطيران واللي هم عليهم حديثين التدريب، وهذا من الصعب أنه الحصول عليهم، وهذا أكبر دليل على أن هناك مخطط بيجر الأمور بالقوى الجوية إلى قتل وتدمير محددها. ايضا الحادثه اللي حصلت الاخيره واللي كان فوق الطائره الاخوان اعضاء مؤتمر الحوار، ولكم ان تتواصلوا معهم واسالوهم ماذا حصل للطائره؟ تعرضت لاطلاق نار. تعرضت لاطلاق نار، ولو كانوا قتل الطيار ولاحت الطائره ومن فوقها الناس بتجي للضد مجهول. بس العجيب يعني انا اعرف ان الدفاعات الجويه اي طائره تدخل الى تكتشفها الرادارات تحصل، يعني اقصد قصه طويله عريضه، يعني كيف لهؤلاء أن يعرفوا مسار هذه الطائرات، انطلاقها، أوقاتها، المستوى الذي تطير عليه؟ خليني أعتبرها حرب، يعني طائرة عدو ولا طائرة صديق؟ يعني ألا تشعر أن هذا فيه شوية من الإرباك إلى حد ما؟ لا، هؤلاء بيتم الاستعانة إلى حد ما بخبرات ذات علاقة كبيرة جدا بهذا الجانب. لديكم؟ قد يكون لدينا وقد يكون من اللي غير موجودين حاليا. انا لا اريد ان اشكك في احد من شبه القوى الجويه والدفاع الجوي، زي ما قلت لك، لانه القوى الجويه والدفاع الجوي وحده متماسكه، والتفجيرات التي كانت تحصل كذا تقريبا لم تجاوزناها، لانه اصبحت القوى الجويه مفتوحه على الجميع، كل من هو منتسب للقوى الجويه والدفاع الجوي مسؤول صغير او كبير. فلم يحصل داخل القوى الجوية أي تفجير وتمزق، وإنما حصل كله هذا اللي حصل خارج القوى الجوية أثناء مرور الطائرات الثلاث في الأمامة. ألا تعصف بكم، يعني قد يسأل السادة المشاهدين، ألا تعصف بكم داخل القوات الجوية؟ يعني ألا تعصف بكم أمواج مثلا داخلية؟ هل هي حزبية؟ هل هي انتقامية؟ هل هي شخصية؟ يعني هل في عداوة مع راشد ناصر الجند مثلا؟ هل في ناس مثلا بينك وبينهم إشكالية؟ أنا لا أتوقع، لأنه أنا تعاملي مع من سبقوني أو من معهم موجود معي حاليا تعامل احترام وتقدير متبادل، سواء كان مع من كان سابق أو الموجود حاليا. لماذا في هذه لا أعرف، و أنا أسمع هناك أنه من بيطالب أنه إذا كان هذا القائد عنده عزة وكرامة هو وأركانه كان يجب عليهم أن يقدموا استقالتهم. والله يا أخي العزيز، لو أدري أن في استقالة في تقديمها سلامة ونجاة لمنتسب القوى الدفاع الجوي لن أتردد، مش في استقالتي فقط وإنما بتقديم أرواحنا. لكن لماذا كثرت هذه الاغتيالات والسقوطات الطائرات في عهدكم؟ يا أخي، هذه أسئلة يجب أن تسأل الجهات اللي تتوفر لديها المعلومات الاستخباراتية. قل لي وأنا بروح لها. والله لا أعلم، لا أريد أن أحدد أو أتكلم. أنا أمامي يعني كم هائل من الصحف التي تتداول الحوادث، منها من تتداول الحادثة منطلق وطني يهدف إلى الحفاظ على اليمن وممتلكاته، والأغلب منها تتكلم كلام لا يجب أن يخرج من أفواه أبناء اليمن. حقيقة أنا أقول لك أن بعض الكلام المكتوب هنا لو أتوا يهود من إسرائيل لم يكتبوا. وأنا أريد أن أوجه نداء من خلال قناتكم إلى الأخ وزير الإعلام إلى ضبط هذه القنوات الإعلامية، سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة، لأنه هذا بيترك مجال إلى يعني إنجاح المخططات التي بتعد وتبرمج. هنا من يتكلم أن قائد القوى الجوية ذهب ليتفسح، تمام، وإنها قيادة منحطة، يعني لا أريد أن أذكر صاحبها، ولا لأنه بذكرها سوء قلل من مكانتي أمامها، لا يشرفني أن أذكر حتى اسمها حقيقة، سواء كانت صحيفة أو قناة. ولكن لكي يسمعوا أبناء الشعب اليمني ما هو اللي بيدور، اللي ما قرأش وكذا وقد ربما يسمع، حقيقة لما تقرأ تتألم والله، يعني إلى درجة إني أقول لا يمكن أنهم هذا يكونوا يمنيين. أنا أذهب في نزهة في التفسح. أنا سأتي على ما يسمى بالتفسح الذي تذكره، والانحطاط وكلام كبير، يعني لا يليق
لإخواننا وأبناء الشعب اليمني إذا كانوا يريدون الخروج باليمن لبر الأمان، إذا كانوا يريدون الخروج بالأمان يجب أن توضع الحقائق على الطاولة. لكن الحقائق وأن نتواجه، وأنا مستعد، أنا طلبت مني وأنا قلت لك أنا مستعد للقائك، لأني وأنا أشكرك حقيقة لأني أعرف عنك الرجل الصريح، الرجل الذي عمل جاهدا خلال أزمة اليمن من أجل التقرب بين وجهات النظر. أنا أشكرك وهذه أشياء أعتز بها، لكن دعني من صحيفة صحيفتين 10 صحف، أنت أمامك 25 مليون، ألا يمكن أن تضمد جراحهم بالآلام والحسرات التي في قلوبهم على أبنائهم الذين تساقطون؟ يعني أبناء لحج، أنا كنت في لحج أمس وهم يتباكون على أبنائهم الذين سقطوا. هل أنا وراء سقوطهم؟ لست أنت وراء ذلك، لكن الناس. ماذا سؤالك؟ ما هذا سؤالي، أنا أسألك. طيب أنت، هل أنا مسؤول عن الأمن في محافظة لحج؟ لا لست كذلك، لكنك الناس. هل أنا مسؤول عن الأمن في شارع 50 الجنوبي؟ لست كذلك. هل أنا مسؤول عن الأمن في شارع الحصبة؟ لكن ماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فعل؟ أنا ليس أمامي إلا الإجراءات التي يتبعها أي قائد في القوات الجوية في أي دولة في العالم، ولك أن تسأل الدول التي سبقتنا بمراحل كبيرة جدا. ما هي الإجراءات التي يقوم بها قائد في مثال اللجان؟ هي تشكيل لجان الوصول قدر الإمكان إلى الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة. بس يعني بالوصول إلى الأسباب هو خروج نوعا ما استفادة للناس اللي عندهم أحياء. بس حتى الأسباب التي تصلون إليها، طيب شكلت لجان، أصبح الناس عندهم قشعريرة لما تقول له لجان خلاص معنا الموضوع انتهى، قفل الموضوع. لكن حتى لو شكلت لجان في هذه الحوادث لا نسمع بعد ذلك حقائق. أنا قلت لك إحنا حصلنا على الديمقراطية وحرية الكلمة ولكن لم نستخدمها استخدام صحيح، منعت عنا الحرية والكلمة الصحيحة والكلمة الواضحة ولم أيضا نستخدمها. القوات الجوية اليمنية ليست منحصرة في الثلاث الكوارث، هي ثلاث كوارث على اليمن قاطبة، أنا أقول لك بأمانة، وأنا لا أنا أحاول أني أبعد نفسي عن المسؤولية أو أقول أنا مش مسؤول، أنا مسؤول على أخواني وهم إخوانا لي، وأنا أتيت من أوساطهم، أنا لم أتي من المريخ، أنا أتيت من أوساط زملائي هؤلاء، تربيت وترعت وأوصل القواعد هذه، أشتغلت معهم، طرت معهم سواء كان أنا أو أركان حرب القوى الجوية، تمام؟ فحاجة حقيقة مؤلمة، ولكن قلت لك أنا إذا كان هناك خلاص القوات الجوية من المخطط اللي بيحبه يداء، والله أنا من هذا المكان أوجه أو أعلن استقالتي وأطلب من الأخ الرئيس بلد الاستقالة والهروب كإنسان جبان، لأنه أنا أعتبرها جبانة عندما أعلن استقالتي في المواقف الصعبة. ولكن أنا أوجه إلى النداء الأخ رئيس الجمهورية، إذا رأى هناك من هو أجدر منا بقيادة القوى الجوية فلا يتردد حتى لحظة واحدة، ونحن سنكون منفذين صائرين طائعين دون أي فرق. سعادة اللواء، ألا ترى أن ذلك يعزز، يعني بعد إذنك أن أقول ذلك، يعزز أن يقال أنكم فشلتم خلال الفترة الماضية؟ والله يا أخي أعتقد لو رجعنا للتاريخ، يعني ماذا قدمتم خلال لو رجعنا للتاريخ، أنا أعتقد كلمة فشلتم كلمة غير صحيحة، لأنه إحنا تولينا القيادات في ظروف كانت فيها القوات المسلحة ممزقة وحافظنا عليها وعلى تماسكها، وأنا ذكرت قاعدة العمل التي ظلت صامدة وتنفذ المهام، وانا ما شاركت في المهام وانا كنت قائدا، والان لو احصل على وقت ساذهب واتعلم واطير على الطائره المجرده في صنعاء، انا لست جبانا ولا اخاف من الطائره، انا كلما طلعت فوق الطائره كلما شعرت بعزه وكرامه لا لها حدود، ولكن مع الاسف مع المشاكل التي نواجهها حاليا سواء كان انا والاخ الاركان لم تمكننا من اننا نواصل مسار الطائرة. يعني انت ترى انت الفترة الماضية فترة نجاح بالنسبة لكم، لان البعض من قد تسميهم انت انه من الذين يمنهجون لقضية الإصابة من القوات الجوية يقولون انه ان ان لكم فشلتها مرحلة نجاح، ومرحلة نجاح كبيرة جدا. ابرز ملامح النجاح. ابرز ملامح النجاح، اولا شوف انا اريد ان اتوجه حقيقة بالشكر لفخامة الاخ رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة المشير عبد الرحمن منصور هادي، والى الاخ اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع، وإلى الأخ اللواء أحمد الأشوال الذين ظلوا داعم لنا حقيقة، أنا لا أنكر دورهم في تثبيت عملنا وقيادتنا داخل القوى الجوية، كانوا على تواصل مستمر معنا،
من المنجزات اللي اعتبرها انا الان داخل القوى الجويه الدفاع الجوي انه كل مخصصات المنتشر بالقوى الجويه بتصلهم دون اي نقصان. طيب إذا كان رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقائد الهيئة الأركان ومخصصاتكم تصل وكذا، طيب لا المخصصات يعني لحظة، يعني معنى أن في عندكم ميزانية جيدة، ليش ما تشترون بها طيارات؟ لحظة أنا أتكلم عن مخصصات القوة الضرورية التي اللي هو محدد لمنتشي بقوة الدفاع الجوية اللي كان محدد من سابق. والعتاد هو لم يزل العتاد هو العتاد. القوة الجوية تملك من الطائرات، ليس هناك كما يقولون أنه كم كذا، هذا كلام غير صحيح. الطائرات موجودة، والطائرات أيضا بيتم السماح لها بالطيران في إطار الخطط واللوائح الفنية المسموح بها والمعمول بها لهذه الطائرات، ولا يقدر أي شخص أن يتجاوزها لما سبق. يعني إحنا القوة الجوية صح بحاجة لإعادة نظر، ولكن هذه بحاجة إلى إمكانيات اقتصادية أعتقد أنها تفوق الإمكانيات الموجودة الدولة. هو فيما يتعلق بتعمير الطائرات الناقل تمام، انها طائرات الجن 76 لم تمتلك الطائرات بحاجه كلها لتعمير. طائرات الانتونوف تمام ايضا بحاجه لتعمير. طائرات الهليكوبتر اغلبها بحاجه لتعمير. طائرات الشيون بحاجه لتعمير. بعض من الطائرات ما الذي يمنعكم من تعميرها واعادتها؟ عدم وجود الامكانيات. القوات الجويه من يوم مسكناها الى الان لم يدخل في رصيدها حتى دولار واحد، وانما اديرت بالامكانيات اللي متاحه وبإجراءات وأعمال من قبل الأشخاص. لك أن تزور القوات الجوية. بس أنا لي أن أسمع من الناس أنهم يقولون القوات الجوية تعيش في حالة من الفساد المالي والإدارة الداخلي. يعني على سبيل المثال يقال أن هنالك مجموعة من الغير موجودين وأسمائهم موجودة ورواتبهم تصرف لهم نهاية كل شهر، وهم غير متواجدين. الله أعلم يمكن ماتوا، الله أعلم في أي مكان ماتوا. الفساد المالي والإداري في قضية الأسلحة أشياء كثيرة. يعني إحنا يا أخي العزيز الفساد وما تطرقت له أنت من هناك تسريب وكذا، ان شاء الله احنا لا عملنا بهذا من سابق ولا نعمل به في الوقت الحالي. ولا القياده ممكن انا اوجه يعني دعوه انه تشكل لجنه اذا كان هناك مثل هذا الحديث بيتداول ويقال. لماذا انا ما عنديش خبر لا منك الان سمعت. لماذا خرج طلاب المعهد عليكم؟ الطلاب المعهد لم يخرجوا علينا، طلاب المعهد خرجوا يطالبون بترقيات كونهم قضوا 3 سنوات في المعهد زيهم زي منتسبي الكليات، كون الساعات الدراسية التي أخذوها تفوق الساعات الدراسية التي أخذها خريج الكلية. من هذا المنطلق خرجوا ويطالبون بترقياتهم، وهذا من حق من حقوقهم. تمام، إلى حد ما أشوف الوقت هو سمح وترك إنه هم يتكلموا، لأنه زي ما قلت لك الفترة والساعات هي كبيرة جدا حقيقة ولا تناسب مع معهد فني. ولكن كان من سابق ما حاب يتكلم ويقول هذه لا أو هذه أيوة، كان كل واحد صامت. أنا حتى أتينا إلى قيادة القوى الجوية الدفاع الجوي والخريجين المعهد لم يدخلون في عهدي ولم ينتسبون إلى المعهد في عهدي ولم يتخرجون في عهدي. عادوا إلى الآن لم تخرج إلا دفعة واحدة التي تم تخرجها في كلية الحربية بحضور الأخ وزير الدفاع وفقط. لكن احنا متابعين، هم ذهبوا عبر انا خاف انك تقول تشكل لهم لجنه بعدين ونصبح في لجان. الشعب اللي بنقول له في لجان حتى يدور حتى يقع على مخرج عند الله، حتى مؤتمر الانهيار كله لجان. تمام، يعني حتى اقصد انا انه قضيتهم تم تبنيها من قبل مجلس النواب وخرجوا، وكنت انا حقيقه بالبدايه انا وهم في صف واحد وحصل بينهم نوع من الكذا ما هو متعلق بالعمل، لانه انا معك في حالة أنك تؤدي واجبك وتؤدي دورك أنا سأبقى معك ولن أتركك، وهذا كان كلامي لهم. فأعادوا إلى القوة الجوية وكلهم الآن على أعمالهم، وشكلت زي ما قلت لجنة لمتابعة قضيتهم طبقا للتوصيات اللي صدرت من مجلس النواب. وتقريبا الأسبوع اللي فات اللي هو يوم السبت تم الالتقاء مع لجنة من لجان التسعة اللي هي متعلقة بالحوار الوطني. الحوار الوطني ألا يمكن أن تشكل لجنة غير اللجان المألوفة لديكم؟ يعني أقصد الحادثة الأخيرة التي يعني ربما هي قسمت ظهر البعير والتي هي وضحت لكم الصورة كما تذكرون أنتم من وجود مؤامرة، لماذا لا تشكل لجنة من خارج قيادة الدفاع الجوي؟ شوف هو ممكن، ونطالب أيضا وزارة الدفاع بأن تشكل لجنة ولو قضائية، بس هنا لا يمكن الاستغناء عن التخصص واللجان الفنية. في ناس اللي هم تم إبعادهم أو إقصاهم من سابق أو كذا، في ناس مختصين
وقدراتهم جيدة. وما الذي يمنع قائد القوات هذا أن يشكل اللجنة من هذه من لا لم أتي من السفر لا يوم أمس تمام. الأخ أركان الحرب القوات الجوية هو شكل لجنة، واللجنة هي كانت بدائية، والصندوق كان في حكم المفقود، وهذا الحمد لله نحن حصلنا، وإن شاء الله نطلع سليم إنه الطلقة ما جت في وصل تمام، وبال وصل التحقيق في الحادث. وقدرت لا نمانع، ولكن تشكيل اللجنة هذا لا يأتي مني أنا، وإنما يأتي من المستوى الأعلى. أنا أنفذ ولا أشكل. لكنك تقترح. لا أنا ممكن أقترح وأقدم اقتراحي من خلال عرفتكم هذه، إنه يتم تشكيل لجنة قضائية وتنزل إلى داخل القوات الجوية والدفاع الجوي، وتنظر ما هو المعمول به، سواء كان من تسيب لما فساد إداري ومالي وعمل فني، وإذا وجد هناك أي قصور من القيادة أو الأركان فإحنا مستعدين أن نستقيم ونقف أمام العدالة وننفذ كل ما اتخذ ضدنا من إجراءات. سيادة اللواء، هل ترى أن هذا سيشفي قلوب الناس؟ أقصد أنه مثل يعني ألا يمكن أن نتوقع إجراءات حاسمة؟ أي مثلا سمعنا على سبيل المثال أنه ممكن تمنع تحليق الطيران فوق صنعاء، ممكن أنه يعني أنا خلني أحلم قليل، تسمح لي أحلم قليل، أنا سأحلم قليلا. يعني لماذا لا تخرجون من صنعاء؟ يعني أخذنا حدائق الآن في صنعاء بعض المعسكرات، ليش ما تخرجون ونسوي قواعدكم حدائق؟ حقيقة الشيء الصحيح هو أن تكون القواعد العسكرية خارج المدن الرئيسية، ولكن أنا يا أخي العزيز لم أعمر بإنشاء قواعد حتى الآن تمام، ولا أعمر قواعد حتى الآن، ما لحقت شعرنا الآن ألملم أوضاع الجروح وكذا اللي بتحصل. فالكلام إحنا بنتكلم كلام كبير عن قواعد وناقل وما ناقل، لأنه الأخ الرئيس وقتها عندنا وجه وقال كل الطائر المبتدئين يجب أن يطيروا في مطارات زي الحديدة وزي العند، وإحنا منفذ لها التوجيهات، لكن كل من ذهبوا وراحوا ضحايا في هذه الكوارث كلهم طيارين أكفاء وطيارين درجة أولى يملكون الخبرات ما لم نكن تقريبا أنا. فحقيقة إحنا نطمح ونحلم ونتمنى أن يصدر توجيه ويتم تبنيه بجدية، وهو من أجل إنشاء وبناء قواعد عسكرية خارج المدن الرئيسية. ألا يمكن، وإن كنت في نهاية هذه الحلقة، ألا يمكن أن يتقدم قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بمنظومة متكاملة؟ أقصد يعني حتى يقال حقيقة فعلا أنه يعني في استشعار، يعني منظومة متكاملة، مصفوفة متكاملة من الإجراءات، مستقبل القوات الجوية. قدمناها هذه المنظومة وعرضت على لجنة إعادة الهيكلة التي يشارك فيها بعض من إخواننا الأردنيين، وقدمنا صورنا كامل بالقواعد التي يجب إنشائها، بأنواع الطائرات التي يجب أن تواجد بها، حتى الطيران القوات البرية، لأنه حقيقة هي إمكانيات الدولة لا تسمح لنا أن احنا نحلم الحلم الذي أنت بتتمنى مع الأسف يعني، وهذا هو بسبب عدم الاستقرار والإشكالات التي تواجه الدولة، وأنت عارف أنا وأنت كلنا عايشين في نفس المجتمع، الكهرباء بتقطع يوميا، النفط بيقطع يوميا، الطريق بيقطع يوميا، الاستهدافات للقيادات العسكرية شبه يومية، للقيادات الأمنية شبه يومية، أنا أمشي ولا أدري ما هو المصير اللي منتظرني، هل سأصل للبيت أم لا؟ صلى الله أن تمام. هذه حقيقة، إحنا إذا تجاوزنا كل هذه اللي ذكرتها المسببات، إحنا ممكن نصل ببلدنا وبأولادنا وبأنفسنا إلى ما يليقبنا أن نتعايش مع من حولنا. جميل. ولذلك سؤالي هو ينطلق، ما هو الضامن؟ يعني أقصد ما هو الضامن أنه بعد بكرة ما تطيح طيارة فوق مدرسة ولا مستشفى ولا حديقة ولا مجمع سكني؟ ما هي الضمانات التي يمكن أن يرسم لها قائد القوات الجوية بمؤسستك المتكاملة بما لديك؟ الضمانات إذا كان هناك الاستهلاك سيظل مستمر، أنه توقف الطائرات حتى يتم تأمين الأرض، لأنه تأمين الأرض ليس من ضماناتي وليس من واجباتي. من أطلق النار في بيت بوصلة ليس تحت قيادتي، من أطلق النار في الرئة ليس تحت قيادتي، من أطلق النار في حطاب ليس تحت قيادتي، هذول الناس تحت قيادات جهة وأجندة غير معروفة، لكن أنا طرحتك ووضعتك في صورة واضحة إيش اللي حاصل للطائرات هذه التابعة للقوات الجوية.
ولما سبق أن قلت لك إذا كانت الطائرة الهليكوبتر قتلت الطيارة وسقطت في حطها في أمدان لقلنا الطائرة تضم على الطائرة من سبقتها، ولو كانت الطائرة اللي فوقها أحمد بن دغرو والإخوان أعظم المؤتمر الحوار لقلنا ضمت إلى قافلة من سبقها وهكذا. ولكن ربك يعني رؤوف بنا رحيم بنا وبشعبنا، وأراد أن يوضح لأبناء شعبنا الحقائق تمام من خلال الأشياء. يعني ما في شو من إلا والهليكوبتر بتعرض لنقلة، هذا أكبر للعبد تشتمني ذلك أكثر من هذا أن القوة الجوية بتعرض لبرنامج منهج. لا أنا أعلم أنكم بشفافيتك التي فتحت لنا فيها الصناديق السوداء كلها ورويتنا إياها، يعني لكنني أنا كمواطن أنت الآن خليت يدي على قلبي خوفا. لا تخاف لا تخاف، لمن بخير واليمن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث الشريف الإيمانية من الحكمة من الحكمة الإيمانية إلى حد الآن تغلبت على الأشياء كثيرة جدا. أرجو ذلك. أنا بس أريد هنا في نهاية قبل النهاية أنا أريد ما نتيجة زيارتكم للمملكة العربية السعودية؟ نتيجة زيارتي أنا قال أنك تروح تتمشى زي ما أقول أنا رحت مش أتمشى فسح أتفسح وقيادة انحطاطية. أنا رحت بتكليف من فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد على القوم صلاح المشرع عبد الرمز الوهادي، وكذلك وزارة الدفاع والأشركاء العامة كل هؤلاء من هم قادة على علم بالذهاب إلى المملكة، والزيارة كانت منسق لها. مع الأسف كنت أريد أن ألغيها نتيجة الكارثة التي حصلت لإخواننا وزملائنا الأحبة اللي عملت معهم أنا في خندق واحد في العمل عملت معهم مدة سنتين اللي هم البغدادي وناصر وطلال، ولكن كان خارج عن إرادتي لأن الزيارة مشتق لها وبرنامجها كان محدد. فكانت الزيارة شملت اللي هو قائد الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية، كانت أول زيارة له، والتقينا وعندهم توجيهات انه يدعموا اليمن والقوات الجويه اليمنيه حسب ما سمعنا في نتائج جيده. يعني انا ان شاء الله اذا توصلنا الى ما سمعنا هي فوق الجيده. وحصل اثناء زيارتنا طبعا المملكه انه تغيير قائد القوى الجويه غير يوم الجمعه الى صباح السبت، فعدل البرنامج بدل ان تتم المقابله يوم السبت اجلت الى يوم الاحد اللي هو اللقاء برئيسيه الاركان وقائد القوات الجوية الجديد، والتقينا معهم أيضا باستعدادهم ورغبتهم في أنهم يقدموا الدعم والمساندة لإخوانهم في القوات الجوية اليمنية. وكان اللقاء النهائي والأخير هو مع صاحب السمو فهد بن عبد الله اللي هو نائب وزير الدفاع في يوم الثلاثاء في جدة. نعم. والأربعاء عدنا إلى هنا والحمد لله إحنا ذهبنا نبحث عن جميع المستخدمين جميع الوسائل من اجل ان احنا نحسن القوى الجويه الى اي حد نقدر عليه. نيتنا بما نوينا تمام، ان والله احنا نيتنا صادقه فارحم الراحمين سيجزينا عن ذلك بحسب النيه، واذا نيتنا نتمشى ونتفسع ونتسرسر ونترك شعبنا يموت تمام فاحنا بناخذ بنيتنا. النوايا صادقه، النوايا بينكم بين الله، النيه صادقه. وزي ما قلت لك لو كان المخرج الحقيقي القوى الجوية الدفاع هو تقديم الاستقاله فانا مستعد ان اقدمها، والله لن اتراجع حتى ثانيه واحده، ولكن لن اقدمها بالطريقه هذه لانه هذه الطريقه هي عباره عن هروب من الواقع وموقف الجبل وليس موقف الشجاع. ولكن اذا كانت القياده السياسيه ترى ان هناك من هو افضل مننا سياتي ليقول القوى الجويه ويعمل لذبح صفاء فنحن نرحب ونبارك وسنكون سعداء جدا. انا اشكرك على ذلك وارجو لكم التوفيق والسداد. شكرا لكم وشكرا لقناتكم التي دائما عرفنا عنها المصداقيه والشفافيه والوسطيه. امين. شكرا للجميع. شكرا لكم قائد القوات الجويه والدفاع الجوي اللواء طيار ركن راشد ناصر الجلد، اشكرك على هذا اللقاء. نهايه اللقاء ولو سؤال بس اضيف كلمه واحده فضل. لانه انا سمعت هناك من فساد وتسيب وما اشبه ذلك، اوجه زي ما قلت لك طبعا هو النداء للاخوان والجهات المعنيه، لانه الارواح اللي بتهدر وبتسفك هي ابناءنا واخواننا، واللي بيتموا ويرملوا هن اخواتنا وابنائنا ايضا. فحقيقه هذا الموقف او الوضع يجب انه يخلي الناس كلهم يقفوا عند هذا الموضوع ويعملوا كل الاجراءات اللي تحد مثل هذه الاشياء لانها كوارث ومأساة. وايضا ندائي واكرره الى الاخ وزير الاعلام من اجل الا نسمح لمثل هذه
الصحف المحطة أنا أعتبرها وأسف نتكلم عنها، وليس القيادة المحطة وإنما الصحف المحطة التي تتكلم كلام غير مسؤول. وإذا كان هناك من صحيفة أن تريد أن تعرف الحقيقة فلتأتي زي ما أتى محمد العامري، ونحن سنستقبلها سواء في مكاتبنا أو في بيوتنا، ونكون شفافين وصادقين. وكما وجه النداء أيضا إلى وزارة الدفاع لتشكيل لجنة محايدة قضائية تأتي إلى القوات الجوية وتعرف إذا كان هناك من فساد وإذا كان هناك من تغفير أو ما أشبه ذلك، فيجب أن القوات الجوية وأركانه وقياداته يمتثلوا الشرع ويحاكمون ويكونوا عبرة لما يعتبر. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. ولكم الشكر كذلك. وأنا حقيقة بدوري بعد أن ختم سعادة اللواء هذه الكلمات، أنا أوجه نداء لكن لا أوجهه لأي مسؤول ولا لأي جهة بعينها، أنا أوجهه لجميع أفراد الشعب اليمني فردا فردا في الداخل وفي الخارج، في أبنائنا المغتربين الذين ينظرون إلى ما يقوله الإعلام في ما بين فترة أخرى، وإلى أبناء الداخل. ثقوا مهما كان الليل طويلا ومهما كان الليل مسودا وكالحا ومهما كانت الظروف حقيقة مزعجة إلى حد ما، لكنني حقيقة أقول أنا ثقتي أولا هي ثقة بأن هنالك يوجد أفراد يعني بابتساماتهم الجميلة، بنفوسهم الطيبة، بنواياهم الصادقة، بإراداتهم التي لا تهزها شيء، سيقودون السفينة إلى بر الأمان. وأثق ثقة كاملة مطلقة في الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا المطلع، الله جل وعلا الحافظ الرحيم الرحمن الحكيم الذي سيخرج هذه البلاد. نحن ربنا الله، ربنا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ظلم أبناء الذين قتلوا بجوار معسكر العنت، وظلم الكابتن هاني الأغبري، وظلم من قبله كثير، وظلم جميع أبناء هذا الشعب. ما ذنب امرأة كانت تقول لأبنائها إذا خرجوا من البيت انتبهوا أن تصدمكم سيارة، الآن إذا بها تقول انتبهوا من طائرة أن تسقط عليكم. هل هذه ثقافة؟ هل ترضين هذه الثقافة أن تكون لنا نحن اليمنيين في كل مكان؟ لا ترضي أحدا. لكن ثقوا أننا واثق بالله جل وعلا سنقول اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء، اللهم احفظ أبناءها من كل شر، اللهم ألف الكلمة، اللهم اجمع الكلمة، اللهم وحد الصف، اللهم من كان أراد بهذه البلاد سوء بلاد سوءا فرد كيده في نحره، واجعل في تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. أشكركم على حسن المتابعة، على من أجدكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.